سلام عليكم. سلام قاسم عقليان. شيخ جبار صوتك علي، صوتك علي. شيخ جبار اي نعم حياك الله، كيف حالك؟ سلمك الله. شيخ جبار لدي سؤال تكرما. تفضل. احجار العقيق والفيروزج وغيرها، هل هي تجلب نفعا للانسان في رزقه وفي الامان وفي الحمايه من السلطان وتحفظه في السفر؟ لا هذا ما عندنا ايش، ولكن التختم باليمين وارد عن النبي الاكرم. انا لا اسال عن التختم باليمين، انا اتكلم عن الاحجار. والله سبحانه. طيب هل هو من الشرك بالله؟ ابدا. هل وما حد يتخذ الشرك بالله، ما حد يا والذي يقول لك فيروزه شرك لله. لا لا، اعتقاد انه يجلب النفع والرزق والأمانة في السفر، هل هذا شرك بالله؟ لا ما هو شرك بالله، وما يعتقد ايش هذا، ما حد اعتقاد ايش، لو يعتقد. انا ما قلت عندك ولا ما عندك، انا اقول هذا شرك ولا مو شرك يا شيخ. لا شيخ انا جبدي، اولا الحجار ما يصير شرك لله. كيف؟ انا حجر الحجر إذا اعتقدت أنه يسيطر على هذا الكون أو له خاصية سيطرة. ماكو اعتقاد إيش، ماكو اعتقاد إيش، ما في. لا لا اعتقاد إيش ماكو. أولا جميل، عاقل. اسمعني وفقك الله، اسمعني اسمعني يا شيخ جبار. سئل السيستاني هل من الممكن ارتداء خاتم يخص الرزق أم لا؟ قال يجوز. اكو روايات هاي لا يعتمد عليها، واذا اعتمد عليها هذا وارد اثر، لكن ما واحد اليوم يحط له حجاره شريكه لله تحفظه من البلاء. الان يقول يجلب الرزق، السيستاني الان يفتي بان يجوز اتخاذه لجلب الرزق. اكو روايات واردات عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. قبل قليل تقول لا يوجد، قبل قليل تقول لا يوجد. انت يا شيخ بس لا تكذبش اللجاجة، أقول لك مع الروايات واردات. إحنا عندنا الآن واردات اليمين وارد، والله مو الحجر هو يجلب الأرزاق، لا الرزق بيد الله. يعني السيستاني أخطأ؟ حاشا، ما يخطي السيستاني، ما يخطي السيستاني، عالم فاضل تقي، ما يخطي أبد، ما يخطي، ولو كان جاهز الخطأ الإنسان. جميل، لكن هذا ريال يعني ما يخطي. يعني هل الخاتم يجلب الرزق؟ أقول لك ما يجلب الرزق، لكن أكو روايات موجودة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. يعني من باب الاستحباب يجلب الرزق. جاوبني جاوبني شيخ جبار، من باب الاستحباب يجلب الرزق؟ يا شيخنا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما هو بيد الأحجار ولا هو بيد غيره ولا هو بيد إنسان. هل الذي يقول أن الحجر يجلب الرزق والأمان في السفر كلام ضلالة؟ ما هو كلام ضلالة، هو ما حاجة هيش، وين حاجة يا مكان قايل هيش. أنا ما قلت لك فلان، أنا أقول لك هل هذا القول ضلالة أم لا؟ ما نقول ضلالة، أكو الأرزاق بيد الله، المصدر مالها الله سبحانه وتعالى، لكن أكو قل لي هذه ضلالة أم لا؟ هذا صواب أم خطأ؟ ما هذا ما نقول صواب أو خطأ، هذا طبق الرواية والله أعلم بالواقع. اسمع اسمع شيخ جبار وفقك الله، عن الرضا، هذا في كتاب الكافي، عن الرضا قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق. روايات واردة، روايات واردة مو ينفي الفقرة، لكن ما نعتمد عليها. الراوي هل هو واقعي إنسان عادل في روايته؟ هل الرواية هذه باطلة؟ احنا ما نقدر نقول باطلة، الرواية موجودة. طيب شيخ وفقك الله، رواية أخرى في كتاب الكافي عن محمد بن أحمد رفعه، قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع عليه الطريق، فقال هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء. العقيق يحرس من كل سوء؟ الحارس هو الله سبحانه. الرواية تقول العقيق. أشت الرواية يا شيخ نخو، مو كل رواية، أنت ما عندكم روايات ما صحيحة، ما يخالف، هل هذا شرك؟ ما
ما هو الشرك أبدا. هل هو باطل؟ أنت جنابك تسمع بالشرك ما يخالف، بلاش. جاوبني، خذني على مثل التربة الذي نسجد عليها تقول هذا الشرك. شيخ أبو شيخ إنسان عاقل يعبد الحجر. شيخ جبار، شيخ جبار، هذا العصر الحاضر. شيخ جبار، نعم، هل القول بأن العقيق يحرس من كل سوء حق أم باطل؟ لا لا، ما يحرس من كل سوء، الحارس هو الله. يعني أن هذا باطل؟ هسه احنا ما نقرا لك روايات موجوده لا يعتمد عليها او يعتمد عليها، هسه من باب الاولويه من باب الاستحباب يعتمد عليها موجود. لا يعتمد عليها، لا باطل ولا حق. ما هذه الزئبقيه يا شيخ جبار؟ جاوبني. جاوبتك انا، جاوبتك. اكو اثر موجود، دائما موجود. احنا اذا قلنا الكافي، الكافي مو قران، انسان. طيب انت قول لي ان هذا باطل، انسان، قل لي ان هذا شرك، قل ان هذا او حق. لا هذا ما هو شرك، احنا ما عندنا شرك، بالله ما عندنا شرك. الله إذا اعتقدت سبحانه وحده وقال لنا قل هو الله احد. اذا اعتقدت ان هذه، اذا اعتقدت ان هذه الاحجار تجلب النفع وهو حجر، وانه يتصرف في الكون، لله سبحانه، النفع والضرر بيد الله. اذا اعتقدت ان الحجر يتصرف في الكون اليس هذا لا شرك؟ لا لا، ماكو واحد يعتقد بالحجر يتصرف في الكون. يا سبحان الله، يدفع من كل سوء، يحفظ في السفر، في الروايات. هاي روايات موجوده شيخنا، موجوده الروايات، لكن منها من يحملها على استحباب، منها ما يعمل بيه. أكو بعد شرك؟ بالله ما يصير. أكو في روزج وعقيقة تصير شريكة لله؟ يا عقيقنا، مو قضية شريكة لله تعالى الذي يجعلها تتصرف في الكون. عندي قراءة قرآن شيخنا، عندي قراءة قرآن وحائل القرآن. أنت بعد لا تلهيني. إيه، ما ألهيك، ما ألهيك. إيه لا تلهيك. إنزين، بس واحدة، سؤال أخير، سؤال أخير شيخ. من أبجان؟ من السعودية شيخ. أقرأ عليك رواية أخيرة. انت يا لطاك العنوان مالي. هذا اعطاني الرقم وقال انك شيخ معروف في ايران وانك تجيب على هذه المسائل وانك تتلقى الفتاوى، فاتصلنا عليك. اقرا عليك الرواية الاخيرة يا شيخ عن الباقري، قال من تختم بشيء، قال من حديث الامام الباقر في العقيق وانواعه والتختم به، فمن تختم بشيء منها من شيعة آل محمد لم إلا الخير والحسنى والسعة في الرزق والسلامة من جميع أنواع البلاء، وهو أمان من السلطان الجائر ومن كل من يخافه الإنسان ويحذره. ما رأيك؟ أنا جاوبتك مرة مرتين، ولكن شوية ما تتأمل إلي. أنا قلت لك أكو روايات في الكافي من لا يحضره الفقيه، حتى أنتم عندكم روايات على أن أنا أتكلم عن الحق والباطل، أنا أتكلم عن توحيد وشرك. يا شيخ جبار وفقك الله، أنا أتحدث عن شرك وتوحيد، أنا أتحدث عن أحجار لها القدرة على التصرف في الكون. حاشا لله، حاشا لله، هذه حاشا كتبك لله. وهذه فتاوى علماء، علمائك. لا لا لا، هذا ما هي فتاوى علماء، هاي روايات موجودة، إن عملت بها بكيفك، ما عملتها لا تعمل. ولكن إحنا عندنا اليوم حجر يصير شريك للخالق سبحانه. سئل، هذا مستحيل. سئل السيستاني هذا السؤال، ما هي الأحجار التي يستحب التختم بها؟ قال العقيق والفيروزج والحديد الصيني. لماذا هذا على وجه التحديد؟ العقيق وغير العقيق واردات روايات، هاي الروايات ما نحملها على اليقين، لأن الروايات مثل باصطلاحك إعلام اليوم، ربما هذا الراوي إنسان ما عنده. أنا أقرأ فتوى الحين، ما أقرأ راوي، أنا أتكلم عن فتوى السيستاني الآن. لا ما عندنا فتوى شيخنا، فتوى ماكو عندنا تحفظها، ماكو فتوى. أنا أقرأ عليك من موقع السيستاني الآن. الفتوى في الحلال والحرام، الفتوى في الحلال والحرام على أن الخمر حرام أو حلال. العقيدة ما فيها فتوى. في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، هذا الفتوى، الفتوى والأنصاب والأزلام، مدرك شرعي. هذا المدرك الشرعي ما هو رواية. شكرا، الرواية. شكرا، شكرا لك يا شيخ. أنا كنت أتكلم عن فتوى ولا أتكلم عن رواية فقط، فتوى وأقوال علماء. كان معنا الشيخ
الشيعي جبار عبيات من إيران، لف ودوران. لماذا؟ لأنه لا يوجد برهان، ونحن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كذب على الله وكذب على رسول الله، ووثنية معاصرة، واعتقاد في الأحجار من بطون الكتب السبائية والمراجع الوثنية. الحمد لله الذي جعلنا من أهل التوحيد. يا أهل الإسلام، هل أعطى المراجع برهانا على هذه الوثنية؟ ما زلنا نقول قل هاتوا برهانكم على هذه الوثنيات إن كنتم صادقين، ولن تستطيعوا. فالمدبر هو الله، والحافظ هو الله، والرازق هو الله.